التقى الوطني الثالث للعدالة الذي سنظم جمعية سيئات محامين بالمغرب، هو الملتقى كيحاول أنه يوضع الموقع ديال العدالة في نموذج التنموي الجديد، وكيفية إسهام كل أطراف الصانعة للعدالة في بلادنا، سواء كانوا محامون أو كانت رئاسة النيابة العامة أو كان ما يسعى للسلطة القضائية أو كانت كذلك وزارة العدل أو كتاب الضبط، كيفية إسهام هؤلاء في تنزيل النموذج التنموي الجديد. لذلك اللقاء ديال اليوم جاء في هذا السياق، وهو كذلك سياق مرتبط بحدث المسيرة الخضراء التي خلدها المغاربة قبل أيام، واللي تميزت بخطاب ملكي يمكن اعتباره خطاب ملكي قوي جدا من حيث المضامين التي قدمها، سواء فيما يتعلق بالرسائل موجهة للخارج خاصة منهم الشركاء ومطالبتهم بتوضيح مختلف المواقف التي يتم التعبير عنها من القضايا الحيوية للمغرب. اليوم الشركات الاقتصادية يمكن أنها تكون مع العديد من الدول والعديد من التكتلات الاقتصادية خارج المغرب، لا يمكن لها أن تكون إلا من داخل الاحترام السيادة الوطنية على كل التراب الوطني المغربي. وبالتالي التفكير في توقيع اتفاقيات اقتصادية ما مشمولاش بالأقاليم الصحراوية الجنوبية، أظن أنه المغرب لن يسير في أي اتفاقية ولن يسير ولن يتجه في أي تشركة خارج منطق احترام السيادة المغربية الكامل غير قابل للتشكيك على كامل ترابه. وبالتالي أعتقد أنه حتى ما عشنا سابقا النقاش مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقرارات التي يصدرها أحيانا، هي قرارات سياسية أو قرارات يتم استغلال فيها جوانب سياسية أو قرارات تكون بهدف سياسي من أجل محاولة الضغط على المغرب في لحظات معينة في العلاقة التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه اليوم مسؤولية قائمة على الاتحاد الأوروبي من أجل أنه يحصن هذه الاتفاقيات. إحنا لا نطالب طبعا بالتأثير على القضاء الأوروبي ولا كذلك بالتحكم فيه، لكن نطالب الاتحاد الأوروبي أنه يتحمل مسؤوليته القانونية ويتحمل مسؤوليته القضائية فيما يتعلق باحترام وحماية الاتفاقيات التي يوقعها مع المغرب، وأن يكون مسؤولا أمام المغرب ومسؤولا أمام التزاماته القانونية والتزاماته السياسية تجاه المغرب. هذا الأمر طبعا ينطبق على مختلف الدول وعلى مختلف التكتلات التي ستفكر مستقبلا في توقيع أي اتفاقية مع المغرب، يعني أنه المجال ديال بناء شراكة خارج احترام السيادة الوطنية، خارج احترام القضايا الحيوية لكل الأطراف، أعتقد أنه هي مرحلة انتهت، وكنظن أنه المغرب وضع في هذا المستوى. المحور الآخر ديال الدور ديال المحامي في الترافع القانوني. السؤال ديال الدور ديال المحامي في الترافع القضية الوطنية، وكان دائما مطروح وكان دائما تطرح أسئلة حول كيف يمكن للمحامي أن يساهم من موقعه يعني كدفاع في الترافع وفي دعم القضية الوطنية. أعتقد أنه سابقا جمعية سيئات المحامين بالمغرب بشكل عام، المحامين كان عندهم دور سياسي كبير في دعم القضية الوطنية من خلال مؤتمرات ديال اتحاد محامين العرب مثلا، من خلال كذلك مؤتمرات ديال الاتحاد الدولي للمحامين، من خلال كذلك العديد من الملتقيات الدولية اللي كان المحامي دائما يدفع في اتجاه تضمين نقاط تتعلق بدعم القضية الوطنية بدعم الوحدة الترابية. اليوم تحولت لشهادات القضية الوطنية، أعتقد أنه الدور ديال المحامي سيختلف. اليوم هناك جانب ديال الصراع السياسي وجانب ديال الصراع الدبلوماسي، أعتقد أنه المغرب على الصعيد الرسمي يعني تكلف به واستطاع أنه ينجح فيه بشكل كبير جدا، لكن أحيانا النقاش يطرح نقاش متعلق مثلا بالقانون الدولي، متعلق مثلا بتطبيق القواعد ديال القانون الدولي، متعلق مثلا بالنقاش حول أيهما أصلح مثلا، هل القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. هذا النقاش القانوني ولا حتى كذلك النقاش الذي قد يتم في المحاكم الأوروبية مثلا، لأنه نتوقع أن تكون هناك قضايا أخرى داخل القضاء الأوروبي، ما دام أن الأمر يتعلق باستراتيجية اعتمدتها الدولة الجزائرية واعتمدتها تنظيم جامعة بوليزاريو مجر المغرب والاتحاد الأوروبي إلى المحاكم الأوروبية. بمعنى أنه اليوم إلى جانب الجانب السياسي وجانب القانوني، هناك جانب قضائي في هذا الصراع تفرع عن الصراع الأصلي. المحامي قد يكون له دور في هذا الجانب على مستوى الإرشاد القانوني، على مستوى التوجيه القانوني، على مستوى دعم الملف المغربي أمام المحاكم الأوروبية في جانب القانوني، وأظن أنه المحامي في هذه النقطة قادر على أن يكون مساهما ومساعدا
في دفع القضاء الأوروبي وفي تقديم مختلف الحجج لدفع القضاء الأوروبي لاحترام اتفاقيات التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوروبي أو مع مؤسسات أخرى ودول أخرى.